السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجر المواطن من سلطنة عمان، مكتب مقر مؤسسة حكوة والنس للاستشارات الصحية. أدلة قصصية مرض جزر المعدية المريئية، أمراض جهاز الهضمية، متلازمة القولون العصبية، الإمساكة، وهذه كلها أدلة قصصية للمستفيدين. العلاج بالماء الساخن بواسطة العلاج بالماء الساخن، هاكوا ريفيتالايز ثيرابي أو هاكوا باثيك ميديسين، العلاج بالماء الساخن. طبعا حلقات متتالية، وعلى ضوء هناك حلقات قدمنا من قبل. تحسن امرأة من الحموضة ومشاكل المعدة، صلي من 3 أسابيع أتابعك وبدأت بشرب الماء والحمد لله حسيت بتحسن والحموضة بالحموضة والمعدة، وراح أتابع إن شاء الله ليخفف آلام المفاصل، بس مش عارفة كم المدة. نحن ننقل التجارب كما هي وردت من المستفيدين. تحسن امرأة من ألم الأمعاء، السلام عليكم، أنا بدأت عندي 2 يوم بشرب الماء ساخن، وصدقني يا أيها الإنسان الفاضل من أول يوم حسيت أن معدتي وألم الأمعاء خف، حتى هذاك الخوف والهلع خفوا، حتى أني صمت اليوم عادي، وأنا كنت خايفة من الصيام. لو تكرمت على أو علي وشرحت لي كيف أشرب الماء في رمضان، لأني شفت الفيديو اللي تكلم فيه عن رمضان وما فهمت، وهل أشرب الماء ساخن؟ فقط ما أشرب الماء البارد نهائيا. وبارك الله فيك وحفظك الله أنت وأهلك من كل سوء، وجعل هذا في ميزان حسناتك. شفاء مريض من الإمساك خلال 2 يوم. الله يجزاك خير مهندس فارس، استفدت من طريقتك كثيرا، حيث كان عندي إمساك بعد 2 يوم تحسن حالي كثيرا وأصبح كل شيء منتظم، والله ولله الحمد، كثر الله من أمثالك. وهذه هي طبعا أردنا فقط نقدم مقتطفات التجارب الذين شفوا واستفادوا من العلاج بالماء الساخن. نرجو تكرم بالإعجاب والاشتراك والنشر وتقديم تجربتك حتى يستفيدوا الآخرين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة.